ورد عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أنه قال في رواية مسندة مرفوعة إلى الريان بن شبيب، ويظهر على أن الريان ابن شبيب هذا أحد الرواة الذين يعتمد عليهم الإمام الرضا سلام الله عليه، ولا يبعد على أن هذا الرجل كان له أيضا دور سابق في زمن الأئمة ما قبل الإمام سلام الله عليه، يعني ما قبل الإمام الرضا سلام الله عليه. شاهد، يقول الريان بن شبيب: دخلت على الإمام الرضا سلام الله عليه. متى كان دخوله؟ دخوله على الإمام كان في شهر المحرم، حتى تعرف خصوصية هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المحرم. فالتفت الإمام، طبعا يقول شفت أنا رأيته حزينا، ليس على عادته، ليس على طبيعته، رأيته حزينا. فقلت له: سيدي ماذا؟ قال: يا ابن شبيب، إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يعظمونه ويحترمونه ويقدسونه، باعتبار على أن هذا الشهر من الأشهر الحرم، وواضح بعد على أن الأشهر الحرم محترمة عندهم حتى وإن كانوا غير مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا الشهر الكريم وهذا الشهر العظيم له خصوصية وله ميزة خاصة عندهم، فيعتبرون فيه القتال محرما، حتى إذا وصل القتال إلى شهر المحرم أوقفوا القتال ثم استأنفوه بعد الشهر المحرم. إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يقدسونه ويحترمونه ويعظمونه، ولكن هذه الأمة، شوف هني محل الشاهد، يقول لي: يا ابن شبيب، لكن هذه الأمة لم تعرف حرمة لشهرها ولا حرمة لنبيها، لقد قتلوا في هذا الشهر ريحانة رسول الله. ما مؤدى الحديث طبعا، ما مؤدى الرواية، لا أتي بها نصا، ولكن معناها: ولكن هذه الأمة لم ترعى حرمة لا لنبيها ولا لشهرها، لقد قتلوا في هذا الشهر سبط أو ريحانة رسول الله وسبوا ذراريه وانتهكوا حرمته. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا، إذا تدخر بكاء، إذا تدخر دموع، يا ابن شبيب إن كنت باكيا. ومن هنا أنطلق معك في البحث لنتعرف على قيمة هذه المجالس العظيمة. لو سألك سائل: لما أنتم مصرون على هذه المجالس؟ ليش بالذات هذه المجالس؟ وبالأخص، عليكم السلام أستاذي، وبالأخص مجالس عاشوراء، وإلا كل المجالس هي تعطي نفس المعنى، مجالس عاشوراء بالأخص. لأن ولذلك أحد العلماء الكبار، أحد علماء المذهب، يقول إن هذه المجالس هي التي حفظت الإسلام منذ 1400 سنة، هي التي حفظت هذا الدين. من هنا نعرف لماذا نحن نقيم هذه المجالس. أقول: لو سألك سائل: لما هذا الاهتمام، لما هذا الاهتمام بهذه المجالس ولماذا تقيمونها؟ أقول: ننطلق في الرد على ركيزتين. الركيزة الأولى، يعني إذا أردنا أن نجيب على هذا السائل أو المتسائل المشكل علينا إقامة هذه المجالس، نستطيع الرد عليه في جنبتين. الجنبة الأولى القرآن الكريم، رد عليه قل له: إحنا نتبع القرآن،
ليش؟ القرآن يقول ذلك ومن يعظم. هذا رد واضح بعد، واضح ينبغي أن يكون موجودا عندك في ذهنك في مخيلتك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبالفعل حتى وإن قال المفسرون أن هناك كثير من المعاني إلى قضية الشعائر، شنو الشعائر؟ ما هي الشعائر؟ التي هي جمع شعيرة، ويقولون أن الشعيرة هي العلامة، العلامة. بعض منهم من تكلم عن مناسك الحج، بعض منهم من تكلم عن البدن التي هي بمعنى يعني الجمال، لكن في النهاية يصلون إلى معنى حول هذه الآية الكريمة، أنها كل ما يتعلق بالإسلام، كل ما فيه تعظيم واحترام للدين، كل علامة وكل دليل يدلل على احترام الدين وحماية هذه المناسك وهذه المفاهيم، إن صح لنا أن نعبر هذا التعبير، فإنه يعتبر تعظيما لشعائر الله. إذن ذلك ومن يعظم شعائر الله، المرد والأصل والأساس في إقامة هذه الشعائر وفي إقامة وأحياء هذه المناسك هي ماذا؟ تقوى القلوب. يعني الإنسان بمعنى، يعني أنا أجيب لك الآن أمر على الآية مرور الكرام، وإلا هي تفسيرها يحتاج إلى أن نبحث فيها أكثر وأكثر، لكن عموما المنطلق الذي ينطلق منه الإنسان في تعظيم هذه الشعائر شنو؟ تقوى القلوب. فإن تقوى الله، يقول علي عليه السلام، حتى تتعرف هذا المكان، شوف حرمة هذا المكان، حرمة هذا المجلس، أي مجلس طبعا، وليس هذا بالذات بعينه، لا، نقصد أي مجلس، أي مكان يقام فيه ذكر أهل البيت سلام الله عليه، له مكان، له مقام، له تقدير، له احترام، له حرمة، ينبغي علينا أن نتعرفها ونعرفها إلى أبنائنا، إلى الأجيال القادمة، نعرفهم قيمة هذه المجالس، هذه المجالس التي فيها ذكر أهل البيت سلام الله عليه. إذن يقول علي سلام الله عليه، فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة، عتق من كل ملكة تتملك الإنسان. إذا تتقي الله سبحانه وتعالى لا يتملكك شيء، لا يتملكك شيء، فتكون حرا. لاحظ، فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. يسأل الصادق سلام الله عليه أيضا عن التقوى، ما معنى التقوى؟ شنو معنى أن إنسان متقي؟ يقولون فلان متق لله سبحانه وتعالى، عند درجة من التقوى. طبعا التقوى درجات، ولهذا يعبر أمير المؤمنين تعبير جميل، يقول الارتقاء إلى الفضائل صعب منجي. الارتقاء كأنك ترتقي سلما بعد سلم، درجة بعد درجة، فهذا يتضح على أن مسألة التقوى مو كلها الإنسان يعطاها في نفس الوقت، يعني اللي نفهمه على أن التقوى هذه تحتاج إلى وإيش؟ إلى شغل، إلى تعب، إلى جهد جهيد من أجل أن يصل إليها الإنسان. ولهذا تشوف التقوى مختلف، يختلف الناس في التقوى، هي من الطرائف. يقولون عبد الملك بن مروان قبل أن يكون خليفة، يعني قبل أن يكون خليفة، ينقلون عنه يسمونه حمامة الحرم الأول، يسمونه حمامة الحرم، من كثرة ما كان ملتصقا بالحرم،
حمامة الحرم اللي ما تفارق الحرم يعني، يقول أخشى أن تطأ فرسي بقائمها أو بقوائمها النمل، يقول أخاف أنا في طريقي أدوس على نملة. لكن هذا التقوى، التقوى لكن عنده بطريقة أخرى، بعدين اختلفت الأمور فأصبح هذا الرجل بعد أن وصل إلى الملك أي نميل. أي أحسنت، يكفيه أنه فقط لو لم تكن له جريمة كما يقول العلماء، أهل العلم يقولون لو لم تكن لعبد الملك بن مروان جريمة إلا ولايته أو توليه أو جعله الحجاج واليا، هذه أكبر جريمة يعني، بس بروحه بس هذه يكفي أنه يدخل النار، يدخل النار بسبب هذا المجرم، هذا الإرهابي العظيم. إذن فالتقوى شاهدنا حتى لا نطلع الموضوع، التقوى إذن درجات من واحد إلى آخر، تختلف من إنسان إلى آخر، من إنسان إلى إنسان. فيقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: الارتقاء إلى الفضائل صعب منجي، لكن بعد والانحطاط إلى الرذائل سهل مردي. كما أنك يعني لابد أن ترتقي إلى بالفضائل أو إلى الفضائل درجة بعد درجة، كأنما الإمام عليه السلام يعبر أن الانحطاط، شوف الانحطاط كناية عن ماذا؟ عن التسفل، السقوط يعني، كأنما تسقط من أعلى إلى أسفل، فتسقط، تروح القيم، تروح المبادئ، تروح المفاهيم. شاهد، إذن التقوى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا قدر أهل البيت علينا، لأن المسألة مرتبطة، قلت لك مرتبطة بالقلب المتقي، تصدر من عند الإنسان تقوى من قلبه. طبعا وين المصدر أو مركز التقوى؟ مركز التقوى في القلب، في قلب الإنسان. فإذا كان متق لله يعني قلبه متق لله، عمله سيكون عملا صحيحا أكيد، لأنه بيراقب نفسه، بيحاسب نفسه في كل يوم. لذلك يقول أحد الأئمة ولعله الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. ليس منا يعني ليس من شيعتنا، نعم، من لم يحاسب نفسه في كل يوم.